وفي مقابلة خاصة مع مركز الأخبار، أكد الأب شرب الفياض راعي الجالية العربية في كنيسة القلب المقدس أن ملتقى البحرين هو تأكيد على دور المملكة الريادي في تعزيز مبادئ الحوار والتعايش السلمية. وأكد راعي الجالية العربية في كنيسة القلب المقدس أن إطلاق جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي يعكس حرص جلالة الملك المعظم على تعزيز القيم الإنسانية ودعم جهود السلام. وأكيد بنشكر الله على هالمملكة، على الملك حمد وعلى التفاته من خلال دعوته إلى المؤتمر الكبير المهيب يلي من خلاله عدد كبير من رؤساء الأديان مجتمعين حتى يحكوا ويتناقشوا من أجل السلام. نعم. ويعززوا ثقافة السلام والانفتاح والحوار وقبول الآخر. نعم. هيدي نعمة كتير كبيرة الله أعطانا إياها لمملكة البحرين وللعالم كله، يعني من هالبلد الصغير بده يشع سلام للعالم أجمع. نعم صحيح. الجائزة هي علامة اهتمام خاص. نعم. من جلالة الملك حمد من أجل بناء ثقافة السلام والحوار والانفتاح. هالشي أكيد بهم جلالة الملك، وهو دايما إنسان مسالم وإنسان يدعو إلى الحوار. نعم. وهيدي نعمة كبيرة. مثل ما بتعرفي أختنا سارة إنه البابا ما بيلبي دعوات يعني بطريقة عشوائية. طبعا صحيح. وقتها بيلبي دعوة لبلد يعني في رسالة، في غاية، في هدف من زيارته لهالبلد هيدي. نعم. طالما عم بيلبي دعوة جلالة الملك وعم بيشارك بختام المؤتمر، يعني هالمؤتمر عزيز على قلبه. نعم. والسلام عزيز لقلبه. رأي جلالة الملك هذا شيء كتير مهم، وبنفس الوقت شعار قداسة البابا لزيارة البحرين. مثل ما بتعرفوا هناك دائما شعار. نعم. هو وعلى الأرض السلام للناس الذين بهم المسر.